هي جامعة للتلاقي للتفاعل للتواصل. أيوة الذهب القائد الأعلى للقوات الصحراوية مطلقة في أراض لا استعمار فيها لا احتلال فيها في شهر استقلال ثورة الجزائر وشعب الجزائر وبلد الجزائر. تحية كبيرة للصحراوية الديمقراطية. الجزائر يسلم مع الشعب الصحراوي. السادة ممثلي وأعضاء البرلمان الجزائري بغرفتي، الصحراوي هم ذو أبو علي حمود الناجم الذي رحل نعم عنا جسدا لكن روحه باقية فيها لإعلاميها ولكافة من ساهم عبر إرث تاريخي عريق في هذه اللجنة، مسار من التضامن، مسار من المرافقة في خلال هذا الموعد.